مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء اسبوعي متجدد في حلقه جديده من برنامج الجمهوريه الجديده. الجمهوريه الجديده هذا الاسبوع شهدت نشاط مكثف من السيد الرئيس اللي كان بيعقد اجتماعات عديده لمتابعه كل المشروعات المختلفه، وفي نهايه كل الاجتماعات الرئيس كان بيعطي توجيهات لتطوير المشاريع لافضل من المخطط المطروح لها عشان تكون في افضل مستوياتها، وده بالإضافة لملف السياسة الخارجية اللي شهد لقاءات عديدة في باريس بالإضافة إلى الاتصالات مع الرؤساء والمسؤولين في الخارج. تفاصيل كتيرة هنتناولها مع حضراتكم في حلقة النهاردة من برنامج الجمهورية الجديدة. على مدار السنوات السبع الماضية سلكنا طريقاً شاقاً من أجل بناء دولتنا الحديثة وصولاً إلى الجمهورية الجديدة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز. بفضل الله كل شيء جميل لبلدنا لما الدنيا هتحتار في اللي احنا بنعمله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنبدأ مع حضراتكم حلقة النهاردة من بداية الأسبوع والزيارة الهامة اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس. زيارة كانت للمشاركة في قمة باريس حول ليبيا، لكن يمكن زي ما احنا متعودين وزي ما بنتابع دايما الرئيس بيكون لي لقاءات ثنائية على هامش أي زيارة بيتكلم فيها عن ملفات بتخص مصر وقادة هذه الدول، بيتكلم عن توحيد رؤى تجاه ملفات معنية بها مصر ودول أخرى. الجزء المتعلق بهذه الزيارة أو الزيارة اللي قام بها الرئيس لباريس كان لي عدد من اللقاءات مع مسؤولين من مختلف الدول سواء قادة في فرنسا أو مسؤولين عرب أو مسؤولين أجانب. الرئيس بدأ لقاءاته مع فلورنس بايرلي وزيرة الجيوش الفرنسية، ثم عقد لقاء مع برونو لومار وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وكان في لقاء آخر تم عقده مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية، ولقاء جمعه بشارل ميشيل رئيس مجلس الأوروبي. الرئيس كمان عقد لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لقاء ده كان في قصر الإليزي. آخر لقاء عقده الرئيس في هذه الزيارة كان برئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس. ما هي تفاصيل هذه اللقاءات؟ هنتعرف عليها مع حضراتكم من خلال التقرير التالي. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة باريس حول ليبيا، وعقد الرئيس عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين من مختلف الدول. وأثناء اللقاءات تم التأكيد على بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة النواحي، والتأكيد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلا عن التعاون المشترك في القضايا الإقليمية والدولية. وتم الاتفاق على التنسيق الثنائي في الفترة المقبلة من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية. والتقى الرئيس على هامش الزيارة بالسيدة فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، وشهد اللقاء التباحث حول تطوير التعاون العسكري بين مصر وفرنسا. كما التقى الرئيس بالسيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وأكد الرئيس على تطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من المشروعات القومية، فضلا عن تشجيع الشركات الفرنسية على تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس. كما عقد الرئيس لقاء مع نجلاء بودن رئيسة الوزراء التونسية،
وأكد الرئيس على دعم مصر الكامل لتونس لتحقيق الاستقرار والبناء لصالح تونس الشقيقة، معربا عن تقديره للشقيقة تونس لدعمها موقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة. كما عقد الرئيس لقاء مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأكد الرئيس خلال اللقاء على مكانة الاتحاد الأوروبي الهامة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف. وأثناء الزيارة عقد الرئيس السيسي لقاء في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وشهد اللقاء إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب الرئيس ماكرون في مستهل اللقاء بزيارة الرئيس لباريس، مشيدا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. كما أكد ماكرون حرص بلاده على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، وثمن الرئيس السيسي المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. وعقد الرئيس لقاء آخر مع رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، وشهد اللقاء إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات. وأكد الرئيس على قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات. من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي على التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر. كمان الرئيس كان ليه كلمة في الاحتفال بمرور 75 عام على تأسيس اليونسكو. في هذه الكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب خلال هذه الكلمة عن سعادته بالتواجد في الاحتفالية الخاصة بمرور 75 عام على تأسيس اليونسكو، وخاصة يعني على إنشاء هذه المنظمة، وهي مناسبة تكتسب طابع خاص كونها تمثل احتفاء عالمي بالدور الذي تطلع به المنظمة منذ إنشائها في الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجماعية للإنسانية، فضلا عن عملها في دعم التعليم وتعزيز العلوم والتكنولوجيا ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية في جميع أنحاء العالم. مشاهدينا الكرام، خلونا نخرج لفاصل قصير ونعود من بعده لاستكمال هذه الحلقة. شرف عظيم أن أتولى رئاسة مصر، مصر التاريخ والحضارة العظيمة، مهد الأديان ومصر الأنبياء، منبع الفنون والآداب والعلوم. هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة. بيكو كلكم. كنا عايشين في منطقة هنا تل العارب عشوائيات، أصبحنا في روضة السيدة عايشين حياة كريمة.
كناش لاقين النور، كناش لاقين المية، ما كناش نقدروا حتى ننوروا في الليل. من دلوقتي بقت حلوة مش زي الأول. أول كانت زحمة وكانت الطرق صعبة، لكن دلوقتي الطرق والكباري والكلام ده كله وفر معانا وقت، ووفر معانا في البنزين، ووفر معانا في كل ده. فالحقيقة حاجة حلوة بصراحة، حاجة خير لينا والبلدنا ولولادنا. إحنا خلاص، لكن لولادي هيبقوا مبسوطين. والله بجد مش مجاملة، فعلا اللي بيحصل ده غير طبيعي. مصر بتتبني من جديد بأكبر وأوسع. اللي انت عايزها هتعمل ان شاء الله يبارك لك. خد مكاني. لا ليكي مكان. لا انا عيني لك من كل مصر. حبيبنا حبيبنا والله. تبع رئيسنا طول العمر. ربنا يوفقك يا رب. يا جماعة مأمور من فوق، من عنده من فوق. ربنا يخليه لنا يطول لنا بعمره ويعمل احسن حاجه للبلد. الله يديك رزقك، الله يديك عمرك، الله يوسع عليك ويخليك ويطول عمرك ويعمر بيته ويخلي لوالده. اب بتتعامل معانا بروحك وبقلبك، وما بتسيبش اي مصري يكون عنده مشكله الا وبتسعى ان حضرتك تساعدنا وتحلها. اهم جميل. وانا بحبك جدا يا رب. اسالك باسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك ان تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا. اللهم امين يا رب العالمين. كل عام وانت والف خير وصحه جيده يا رب. كل سنه وانت طيب، وكل سنه في الانجازات وفي امن وامان. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس وعقبال 100 سنة. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. أصل القلوب ساعات بتشوف أمان، بتنسى الخوف، بتشوف كلام ولو ما تقلش ده الإخلاص في الإحساس. عمره ما في قلوب الناس ده ما بيكتبش. أصل القلوب ساعات بتشوف أمان، بتنسى الخوف، بتشوف كلام ولو ما تقلش ده الإخلاص في الإحساس. عمره ما في قلوب الناس ده ما بيكتبش. Yeah.
أهلا بحضراتكم من جديد. في الموضوع المتعلق بملف حياة كريمة، يمكن ملف حياة كريمة تحديدا من أكتر المبادرات اللي المواطن بيحس بيها ولمسها على أرض الواقع، لأن التغيير هو بيشهده وبيلمسه سواء في بنية تحتية سواء في قرى الريف. احنا بنتكلم على تبطين ترع، تأهيل المنازل وتغيير شكل المنازل وغيره. العمل قائم على قدم وساق في عدة محافظات. هتكلم حضراتكم دلوقتي على محافظة أسوان تحديداً اللي بتشهد تنفيذ مشروعات تطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واللي بتهدف لتغيير شامل ومتكامل لكل التفاصيل لجميع قرى الريف. ده عشان نعمل تغيير حقيقي، تغيير جذري في حياة المواطنين. أجهزة الدولة بشكل عام بتتكاتف لإنجاح هذا المشروع من أجل تطوير كافة الجوانب المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات، النواحي المعيشية، النواحي الاجتماعية، النواحي الصحية للمواطنين. بيجرى تنفيذ حزمة من المشروعات المتنوعة في مختلف القطاعات، سواء قطاع العمل العام بقرى نجوع مراكز محافظة أسوان، وكمان العمل بيسير على مدار اليوم لتطوير الريف المصري في هذه المحافظة أو محافظة أسوان. كل ده تحت مظلة أو ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كمان المحافظة بتشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات في قرى ثلاث مراكز، هي كومومبو وإدفو ونصر النوبة. مستمرين مع حضراتكم في النشاط المحلي والاجتماعات كمان اللي عقدها السيد الرئيس الأسبوع ده. الرئيس عقد اجتماع أول امبارح مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. هذا الاجتماع تم عقده علشان يتم متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة لاستصلاح إجمالي 2,200,000 فدان. الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي للمشروع بكافة مكوناته، كمان منظومة الميكانة الزراعية والتصنيع الزراعي، فضلاً عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع واللي بيتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة. لما بنيجي نتكلم مع المحللين أو المراقبين للمشهد المصري بشكل عام،
أكثر ما يميز الجمهورية الجديدة هو المتابعة الدورية لكل ما يحدث على أرض الواقع لحظة بلحظة. مجموعة الأخبار اللي جاية فيها مجموعة اجتماعات لمتابعة آخر ما تم في مختلف الملفات. هبدأ مع حضراتكم بالملف المتعلق بالصحة. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية عشان يتابع الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية. كمان استعراض الإجراءات الحالية المتخذة من الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس، حملات تطعيم المواطنين. يستقبل على الهاتف دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكس نيوز. فيما يتعلق بملف الصحة وتحديدا مواجهة فيروس كورونا، لو بصينا من أول 100 مليار جنيه الدولة أو السيد الرئيس صرح بيهم لمجابهة فيروس كورونا وصولا لتنوع أنواع اللقاحات حتى لتصنيع اللقاحات داخل مصر، كيف نصف هذه العملية برمتها دكتور أشرف أو ما قامت به الدولة لمجابهة فيروس كورونا؟ احنا الحقيقة بنشوف ان القطاع الصحي في مصر شهد طفرة حقيقية خلال السنوات القليلة الماضية، وده بالرغم من ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، لكن بالرغم من كده بنلاقي انه مصر وسيادة الرئيس الحقيقة كان عنده يعني صحة المواطن في المقام الأول. طبعا من بداية جائحة كورونا في البداية خالص تم تخطيط 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، لكن الحقيقة أنه الظروف كمان ساعدت على أنه يتم عمل إنجازات كبيرة جدا في مجال الصحة في خلال الفترة السابقة. هنلاقي مثلا أنه تم فعلا توفير جميع اللقاحات المتاحة، وده بالشراكة مع مجموعات أو البلاد المنتجة للقاحات. بالرغم من محدودية اللقاحات في العالم كله، إلا أن احنا بنشوف أن مصر استطاعت أنها تحصل على هذه اللقاحات من خلال موافقات أو شراكات مع مؤسسة جافي وكمان مع الدول المنتجة الشرق زي الصين وروسيا والغرب زي إنجلترا وأمريكا، وتم توفير هذه اللقاحات للمواطنين بالرغم من انه في بعض الدول الافريقيه لم تستطع انها توفر هذه اللقاحات بهذه الكميه. كمان تطعيم الطلبه وطلبه الجامعات وكمان طلبه المدارس وتوفير اللقاحات اللي تنفع انها ياخذها طلاب المدارس. 8 مليون جرعه من لقاح فايزر تم فعلا التعاقد عليهم احضارهم علشان يتم تطعيم طلبة الثانوي. ده غير طبعا دكتور أشرف الجزء المتعلق بتوطين صناعة اللقاح زي ما شفنا سينوفاك بالتعاون مع الصين. على كل حال دكتور أشرف عقبة رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. مشاهدينا الكرام، خلونا نخرج لفصل قصير ونعود من بعده لاستكمال هذه الحلقة. شرف عظيم أن أتولى رئاسة مصر، مصر التاريخ والحضارة العظيمة، مهد الأديان ومصر الأنبياء، منبع الفنون والآداب والعلوم. سيادة المواطن ابن مصر، يا حر ابن حر، بعد التحية والسلام شايل لك رسالة، كمل مشوارك بالسكة لسه فوقلها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها، لو شلت أمل عبر الجدان
مدت لك ايديا وجنبك وكمل دوافع وعرفك من العشرة انك قد المسؤولية. احنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لآخر لحظة. بيكو كلكم. كنا عايشين في منطقة هنا تل العارب عشوائيات، أصبحنا في روضة السيدة عايشين حياة كريمة. كناش لاقين نور، كناش لاقين مية، ما كناش نقدر حتى ننور في الليل. من دلوقتي بقت حلوة من زي الأول. الأول كانت زحمة وكانت الطرق صعبة، لكن دلوقتي الطرق والكباري والكلام ده كله وفر معانا وقت ووفر معانا في البنزين ووفر معانا في كل ده، فالحقيقة حاجة حلوة بصراحة. حاجة خير لينا ولبلدنا ولولادنا، إحنا خلاص، لكن لولادي هيبقوا مبسوطين. والله بجد مش مجاملة، فعلاً اللي بيحصل ده غير طبيعي. مصر بتتبني من جديد بأكبر وأوسع. ليه انت عايزها تعمل ان شاء الله يبارك لك؟ خد مكاني. لا ليكي مكان. لا انا عيني لك من كل مصر. حبيبنا حبيبنا والله. شك. تبع رئيسنا طول العمر. ربنا يوفقك يا رب. تجمع من فوق من عنده من فوق. ربنا يخليه لنا يطول لنا بعمره ويعمل احسن حاجه للبلد. الله يديك رزقك، الله يديك عمرك، الله يوسع عليك ويخليك ويطول عمرك ويعمر بيته ويخلي لولده. اب بتتعامل معانا بروحك وبقلبك وما بتسيبش اي مصري يكون عنده مشكله الا وبتسعى ان حضرتك تساعدنا وتحلها. اهم جميل. أنا بحبك جدا يا رب. أسألك بأسمائك التي لا يعلم مكانتها سواك أن تعطينا وترضينا وتكرمنا وتنصرنا وتسترنا وترزقنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم ألف خير وصحة جيدة يا رب. كل سنة وانت طيب وكل سنة في الجزائر في أمن وأمان. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس وعقبال 100 سنة. كل سنة وانت طيب يا ريس. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. كل سنة وانت طيب يا ريس. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. أصل القلوب ساعات بتشوف، بتشوف أمان، بتنسى الخوف، بتشوف كلام ولو ما تقلش ده الإخلاص في الإحساس. عمره ما داه في قلوب الناس ده ما بيكتبش. أصل القلوب ساعات بتشوف، بتشوف أمان، بتشوف كلام ولو ما تقلش ده الإخلاص في الإحساس. عمره ما داه في قلوب الناس ده ما بيكتبش.
اهلا بحضراتكم من جديد، ومستمرين في متابعه نشاط السيد الرئيس على مدار هذا الاسبوع. الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان الاسبوع ده اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني. ده كان علشان متابعه مشروعات النقل على مستوى الجمهوريه، خاصه الجزء المتعلق بالطرق والمحاور، كمان متابعه اخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهره الكبرى. احنا بنعمل ده عشان ده واجبنا، واجبنا تجاه بلدنا. المشوار اللي انا بتكلم فيه ده مشوار ضخم او عبئه اكبر. انا والحكومة او احنا كلنا مع بعض كده لم نغفل وما غمضناش عينينا على حال الناس. لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. سرطان والله انت عايزاني اعمله كله. صلى يناديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبارك فيك وراضيك. هتكلم مع حضراتكم بشكل مفصل اكتر عن مبادره حياه كريمه. زي ما حضراتكم عارفين، مبادره حياه كريمه بتستهدف اكتر من او ربما 20 محافظه، 4584 قريه، 28000 تابع، 150 مركز. مشروع تقريبا بيستهدف تغيير حياه 58 مليون
مواطن. فيما يتعلق بأسوان، في حرص دائم من مؤسسة حياة كريمة على توفير كافة سبل الحياة الكريمة لأهالينا في كافة ربوع الجمهورية، الوقوف في بجانب أهالينا في كافة المحافظات في وقت الأزمات. مؤسسة حياة كريمة أعلنت عن تضامنها الكامل مع أهالي أسوان المتضررين جراء موجة الطقس السيء اللي تعرضت ليه المحافظة، كمان أعلنت عن كامل تضامنها مع أهالي أسوان. على الفور توجهت فرق الرصد الميداني في مؤسسة حياة كريمة لرصد احتياجات المواطنين المتضررين لتلبيتها من قبل المؤسسة، فضلا عن تحركات كتير وخطوات كتير كانت وما زالت بتقوم بيها مبادرة حياة كريمة. خلونا يعني نتكلم بشكل مفصل أكتر عن محافظة أسوان. محافظة أسوان بتشهد بشكل عام تطوير في قرى الريف المصري، وده طبعا تحت مظلة هذه المبادرة الرئاسية أو مبادرة حياة كريمة اللي زي ما قلت لحضراتكم بتستهدف تغيير شامل ومتكامل لكل والأدق التفاصيل لجميع قرى الريف المصري من أجل إحداث هذا التغيير في حياة المواطنين. أجهزة الدولة بشكل عام بتتكاتف لإنجاح المشروعات من أجل تطوير كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والنواحي أيضا الصحية. في حزمة من المشروعات المختلفة والمشروعات المتنوعة بيتم تنفيذها في مختلف قطاعات العمل العام في قرى ونجوع ومراكز محافظة أسوان تحديدا. احنا بنختص هنا بالعمل أو بالحديث عن محافظة أسوان عشان يمكن هي كانت آخر المحافظات تضرر جراء هذه الموجة من الطقس زي ما كنت بقول لحضراتكم منذ قليل، وكل ده بيحدث ضمن هذه المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المحافظة بتشهد أعمال تطوير بشتى القطاعات بقرى ثلاثة مراكز هما مركز كومومبو وإدفو ونصر النوبة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب طيب، النهاردة عيد ميلاده والنوبة كلها بتعزه وبتحبه طبعا، وكنا نتمنى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي معانا اليومين دول بالذات أكتر من أي يوم، وإحنا عارفين اللي هو بيعز النوبيين وما يتأخرش علينا خالص نهائي، وإحنا بنقول لك أولادك وإخواتك كلنا محتاجينك يا رئيس، عايزينك تكون موجود دلوقتي معانا عشان أنت أبونا كلنا، فحضرتك لازم تكون موجود عشان تشوف كل حاجة بعينيك، وأحنا كأهالي النوبة عامة لما نشوفك هنرتاح نفسيا. كل سنة وأنت طيب يا رئيس، ونشكر مجهودك اللي أنت بتعمله واللي بتخدم الشعب من الصغير للكبير، ها؟ وحاسس بينا وحاسس بمشاكلنا ومتنامش، أنا عارف إنك أنت إيه شايفنا وحاسس بينا وحاسس بألمنا وكله، وإحنا نشكره وربنا يبارك في عمره ويخلينا إيه ويخلي لك لمصر، ومصر إيه عمرانا بيك يا ريس.
تضرم ظل الضلل على العالم كله يا رب. لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. تضرم ظل الضلل على العالم كله يا رب. ان شاء الله يراضيك يا ام. ولدي عندي السرطان والله. اللي انت عايزاني اعمله كله. ان شاء الله ينديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك اولاداتك وبارك فيك وراضيك. عايز اقول لكم انتوا اللي هتحددوا مصير مستقبل مصر مش انا. لما طلبتوني لقيتوني ولم ابخل عليكم بحياتي، وانتوا وعدتوني انكم هتقفوا جنبي. اي حد ممكن يخاف الا انتوا يا مصريين. احنا قادرين نبني بلدنا ونعمرها ونواجه كل التحديات اللي انتم شايفينها ديت. احنا هنفضل نشتغل ونبني ونعمر في بلدنا لاخر لحظه. بيكم كلكم والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد. لسه في قدامنا عمل كبير قوي، وفي كمان قدامنا أمل كبير قوي عايزين نحققه لينا ولشبابنا ولأحفادنا إن شاء الله. كل الاعتزاز والعرفان والتقدير والاحترام والمحبة ليكوا يا شعب مصر، شعب بلادي. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما تابعنا منذ قليل الاستجابه السريعه اللي حصلت لمواطنين اسوان تحت مظله حياه كريمه، هنتكلم عن ما حدث في اسوان، وهنتكلم على مبادره حياه كريمه بشكل عام مع ضيفي اللي انضم لي في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خليني ابدا مع حضرتك باسوان. يمكن من أبرز وإحدى سمات الجمهورية الجديدة هي فكرة سرعة الاستجابة لأي تضرر بيحصل لأي مواطن بشكل عام أو قرية أيضا بشكل عام. إلى أي مدى تتسق هذه الجملة مع ما حدث مع مواطني محافظة أسوان؟ هو ما حدث في أسوان طبعا، وما حدث أن الدولة وكل الدولة شافت أن الدولة كلها بكل إمكانياتها تحركت في وقت وفي زمن قياسي جدا إلى أسوان وتقديم الدعم لأهالي أسوان اللي تضرروا. احنا شفنا المستشفيات اللي تم فتحها للمواطنين، شفنا المنازل اللي بدأ ترميمها، شفنا أيضا مبادرة حياة كريمة وصولها على الأرض بشكل سريع جدا وتقديم
الدعم للمواطنين من كل ما يلزمهم من وسائل للمعيشة، من فرش للبيت، من أغذية، كل ده تم تقديمه بشكل سريع جدا وفي زمن قياسي. كان قبل كده في أي محافظة أو أي منطقة بيحصل فيها أزمة أو أي قرية كان للأسف شديد بيتم تأخير الوصول الدعم وتقديم المعونات للأسر اللي موجودة في المحافظة. يمكن عشان كده بدأت زي ما حضرتك بأن فكرة سرعة الاستجابة هي سمة من سمات الجمهورية الجديدة. بالضبط، هي سمة من سمات الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة رقم واحد في المعادلة فيها المواطن المصري. كيف نصل للمواطن المصري ونقدم له الخدمات ونقدم له الدعم ونقدم له كل ما يحتاجه في أي أزمة، مش في الأزمات فقط ولكن في حياته العامة. وهو ده الأساس اللي مشيت عليه الجمهورية الجديدة، وهو ده الأساس لمبادرة حياة كريمة في الوقت الحالي. فأعتقد أن ما حدث داخل أسوان وتحرك جميع أجهزة الدولة وتحرك الجميع بشكل متكامل وبشكل منسق قدر أن احنا نوصل ويتم رفع المعاناة عن أهالي أسوان وتقديم الدعم ليهم بشكل سريع جدا. طيب، يمكن المراقب أو المتابع للمشهد المصري بشكل عام لما يجي يبص على ما حدث تحت هذه المظلة الأوسع نطاقا وهي حياة كريمة أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ممكن يتساءل كيف حدث ذلك في هذه المدة الزمنية القصيرة خاصة، ويعني لنكون أكثر صراحة كان هنالك الكثير والكثير من التحديات. إزاي مصر قدرت أن هي تتغلب على هذه التحديات، وصولا لأن احنا حتى لما بتحصل أزمة في بعض القرى أو في أي كان محافظة من المحافظات بيكون في تحرك سريع لإنقاذ هذه المحافظة. هو في البداية لازم نعرف أن مبادرة حياة كريمة دي هي أنا شايف أن هي من أهم المبادرات في تاريخ مصر كلها. ليه؟ لأن احنا الدولة المصرية قدرت أنها توصل لكل مواطن مصري في النجوع والكفور والمدن اللي كان بعيدة كل البعد، كان فيها بينها وبين الدولة مسافة كبيرة جدا، ما كانش فيه مواصلات، ما كانش فيه صرف صحي، ما كانش فيه طرق آمنة يمشي عليها، ما فيش خدمات صحية، ما فيش اهتمام بالمواطن بشكل كامل. وكنا بنشوف المنازل حتى هناك كانت بتتبني من الطين ومع المطر بتنهار. شفنا ان في عدد كبير جدا من المواطنين كانوا بيصابوا بالامراض نظرا لقلة وعي المواطن وقتها، وايضا ان ما فيش خدمات وما كانش فيه اهتمام بيهم بشكل كبير. لكن وصول طبعا الدولة في هذه المبادرة اللي أنا شايفها زي ما قلت لحضرتك في البداية أنها أهم مبادرة بتاريخ مصر، أن الدولة توصل لكل المواطنين دول وتوصل ل 58 مليون مواطن وتقدم لهم الدعم، دي مبادرة ما أعتقدش أنها حصلت على مستوى العالم وفي زمن قياسي بهذا الشكل أن احنا نقدر نوصل الدولة توصل وتتعامل في كل المحافظات في نفس الوقت. يعني ما هيش محافظة واحدة ابتدت بيها. كنا قبل كده زمان لفترات طويلة نسمع أن المبادرة بتبتدي مثلا في مدينة ثم تنتقل لمدينة أخرى ثم تنتقل. يمكن ده هيكون محور سؤالي اللي جاي لحضرتك، وفكرة قلة الوعي اللي كانت موجودة لدى المصريين إن إحنا بنشتغل في أكتر من مشروع في نفس التوقيت، الموضوع مش مقتصر فقط على قرى الريف المصري، لا في المدن وعواصم المحافظات بتشوف تطوير. بس خلينا نروح نشوف هذا التقرير السريع عن آراء المواطنين في أسوان عن ما حدث تحت مظلة حياة كريمة. عايز أقول لسيادة الرئيس كل سنة وأنت طيب، النهاردة عيد ميلاده والنوبة كلها بتعزه وبتحبه طبعا، وكنا نتمنى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي معانا اليومين دول بالذات أكتر من أي يوم، وإحنا عارفينه اللي هو بيعز النوبيين وما يتأخرش علينا خالص نهائي. وإحنا بنقول لك أولادك وإخواتك كلنا محتاجينك يا رئيس، عايزينك تكون موجود دلوقتي معانا عشان أنت أبونا كلنا، فحضرتك لازم تكون موجود عشان تشوف كل حاجة بعينيك، وإحنا كأهالي النوبة عامة لما نشوفك هنرتاح نفسيا. كل سنة وأنت طيب يا رئيس، ونشكر مجهودك اللي أنت بتعمله واللي بتخدم الشعب من الصغير للكبير، ها؟ وحاسس بينا وحاسس بمشاكلنا ومتنامش، أنا عارف إنك أنت إيه شايفنا وحاسس بينا وحاسس بألمنا وكله، وإحنا نشكره وربنا يبارك في عمره ويخلينا إيه ويخلي لك لمصر، ومصر إيه عمرانا بيك يا ريس. أستاذ جميل، خليني أعمل لحضرتك معادلة سريعة كده بعد هذا التقرير.
وعي المواطنين قبل كده، وعي المواطنين دلوقتي. كلمات السيد الرئيس المتعلقة بوعدتوني ان انتوا كمصريين هتقفوا جنبي عشان نعدي هذه التحديات اللي بتقابلها الدولة، اين كانت مصر واين اصبحت، والفترة اللي في النص دي كيف نصفها؟ لا، هو في البداية ما كانش، انا شايف ان ما كانش في وعي بشكل كبير جدا عند المصريين قبل وبعد. قبل كان شيء، لكن بعد بقى شيء تاني خالص. قبل تولي سيادة الرئيس للأسف الشديد احنا كنا شايفين حتى الدولة المصرية ما كانش فيه، الناس ما كانش عندها ثقة في الإدارة أو في الحكومة اللي موجودة. لكن عندما قال تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 مسؤولية البلاد، وأصبح هناك وعي لدى المواطن. أصبح هناك وعي ليه؟ لأنه شايف بنفسه الإنجازات التي تتم على أرض الوطن. هو المواطن بيبقى عنده وعي لما يشوف الإنجازات، لما يشوف أن في طرق بيقدر يوصل ليها، لما يشوف أن كان ساكن في منطقة غير آمنة أو منطقة عشوائية فيها أمراض وفيها سلوكيات غير سليمة بيتنقل لمكان آخر، مكان صحي، مكان آمن. هو كده بيبقى عنده الوعي، بيشوف الوعي، بيبقى عنده وعي أيضا لما صحته يبقى فيه اهتمام بالصحة، زي ما شفنا القضاء على فيروس سي، زي ما شفنا مبادرة 100 مليون صحة ثم بعد ذلك احتواء جائحة كورونا. شو لما يشوف المواطن ان فيه خدمات بتتقدم له على كافة المستويات، اعتقد ان هنا المواطن اصبح عنده وعي، وعي كبير جدا. طبعا سيادة الرئيس كان على طول، حتى تلاقي سيادة الرئيس بينزل الشوارع وبيلتقي بالناس وبيجبر بخاطر الناس، ودي أهم شيء عند الرئيس، لأنه يمتلك هو من الناس وكان حاسس بيهم وعارف الشعب المصري ده. قالها قبل كده، قال لم يجد الشعب المصري من يحنو عليه. فهو بيقدم له الخدمات، وعلى الجانب الآخر أنه هو بينزل بيجبر بخاطره في الشارع وبيتكلم مع المواطنين، وأي واحد بيبقى عنده مظلمة أو بيبقى محتاج أي حاجة الرئيس بينفذها له. يعني شفنا أكتر من مثال متعلق برعاية صحية، تقديم أدوية، مستشفيات وغيره. يمكن حضرتك قررت أكتر من مرة في سياق حديثك كلمة لما يشوف المواطن، لما يشوف المواطن، لما يشوف المواطن. دي يعني جابت في بالي أو دار في بالي فكرة لما يشوف، يعني مفيش حد هيقدر يضحك عليه أو يزيف له حقائق، أو يعني إن الدولة مش بتقول كلام مرسل. طيب خليني أنتقل مع حضرتك من هذا المنظور لنقطة أخرى، فكرة الجزر المنعزلة. مصر دلوقتي أصبحت لا تعمل في جزر منعزلة. أي مشروع بنشوفه بنشوف فيه تنسيق بين أكتر من وزارة، أكتر من جهة، سواء قطاع خاص أو الحكومة. حتى المواطنين أصبحوا شركاء بشكل عام أو بشكل خاص في هذه المشروعات. إلى أي مدى ده برضو بيسرع من سرعة إنجاز هذه المشروعات ومن جودة هذه المشروعات؟ هو السنة الجديدة اللي سنها سيادة الرئيس ان هو لا يعلن عن مشروع الا لما يخلص. صحيح. وده واضح جدا امام العالم، وده كمان بيخلي المواطن ان هو كل يوم الصبح بيلاقي فيه مشروع جديد. ان احنا كنا زمان بيتم وضع حجر الاساس ويتقفل على الحجر الاساس ومحدش يشوف المشروع، لكن دلوقتي لا يتم الاعلان عن المشروع الا لما يتم الانتهاء منه وافتتاحه رسميا. فده برضو بيعطي للمواطنين ثقة كبيرة جدا، وان احنا مفيش اي حد ممكن يزيف الوعي. كانوا حاولوا في الاول بتزييف الوعي للمواطن المصري في بداية حفر قناة السويس، وقالوا القناة مش هتتحفر وده مش عارف هيبقى ايه. لكن لما انتهى في زمن قياسي والعالم كله شاف ان مصر تم حفر القناة الجديدة في سنة واحدة بس، فالشعب ابتدى يعرف كويس جدا ان كل المشروعات اللي هتتم على ارض مصر، كل اللي قاله سيادة الرئيس هيتم على ارض الوطن. شفنا بقى الانجازات الكبيرة جدا اللي تمت في 7 سنين. ده انا شايف من وجهة نظري ان ده اعجاز، ما هوش انجاز، لان ما فيش اي دولة في العالم قادرة على انها تنفذ كم هذه المشروعات في جميع المحافظات. وصلت من خلال مبادرة حياة كريمة لجميع القرى والنجوع المصرية في نفس الوقت، وتتم بهذا التسارع أو بهذا المفيش. يعني لو هنتكلم على محافظة أسوان لوحدها، لأن هي محافظة أسوان الأحدث أو يمكن هي اللي فيها التطور في اللحظة دي، احنا بنتكلم عن 662 مشروع، وكمان مشروعات قابلة للزيادة. الموضوع مش مقتصر أو واقف عند هذا الرقم بالظبط. ما حدث في أسوان
زي ما حضرتك بتقولي أكتر من 600 مشروع بيتم في الوقت الحالي، منهم مشروعات طرق، مشروعات كباري، مشروعات صرف، مشروعات كانش فيه صرف في أغلب القرى، لكن مشروعات الصرف، المياه الشرب الصالحة للشرب، كل المراكز الصحية دي من أهم الأشياء، والاهتمام بصحة المواطن، الاهتمام بالتعليم وتوفير مدارس في كل قرية وفي كل مدينة. كان قبل كده عشان يروح الطالب من قريته للمدرسة بياخد حوالي 5 كيلو رايح أو 10 كيلو رايح أو 10 كيلو جاي. كل ده تم القضاء عليه في مبادرة حياة كريمة. وفي أسوان إنشاء العديد من المدارس وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الأدوية. كان في تحدي كبير والناس كلها قالت ان الدولة مش هتقدر تقف قدامه. في أسوان ايضا لما طلعت العقارب وابتدت ان هي تلدغ الناس، اكتشف ان في امصال ضد لدغ العقارب موجود وبزيادة كمان في أسوان، وقدرت ان احنا نواجه هذه صحيح. يعني يمكن مفيش أفضل من جملة السيد الرئيس هنفضل نشتغل ونبني ونعمر لآخر لحظة أن أنا أنهي بها نقاشي مع حضرتك. وبشكر حضرتك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك، والشكر موصول مني لحضراتكم على طيب المتابعة. سنة وحضرتك طيب يا رئيس. ربنا يخليك يا رب. وانتوا يا ولاد تقولوا ايه للرئيس في عيد ميلاده؟ بتحبوه طب ولا ايه؟ بتحبوه قوي ولا نص نص؟ لا جدا. طب بتحبوه ليه؟ وبيوفر يعني حاجات اللي هو طيب. لو نفسكم تجيبوا له حاجه في عيد ميلاده هتجيبوا له ايه؟ اكتر حاجه بيعبر عن عيد ميلاده هو باقه الورد. والله ايوه فعلا بتعبر عن اي حاجه، يعني بحس احسن من الهدايا التانية. خلاص ان شاء الله يعني نبعت له ورد منكم ان شاء الله. والله لو كان فيه كنا هنهديها له كده في البتاع.